سوق العملات والتجارة في سوق العملات الحقيقة إنه ده منتشر من فترة كبيرة. ناس كتير عمر ما ده كان يعني أسلوبها في الحياة إن هي تروح تدور على دولار أو أيا كانت العملة إيه وتحول الفلوس اللي معاها لدولار وتسيبها وتخزنها وتتاجر فيها بعد كده. بقى ده أسلوبها علشان تقدر تتربح من خلال ده. أنا ما أقدرش ألوم حد بيعمل كده وشايف ان هو يقدر يكسب من ده، لكن الحقيقه انه المكسب اللي حضرتك شايف ان هو بيجي من الموضوع ده هو بالتاكيد في الاخر هيعود عليك وعلى اقتصاد بلدك بالخسار، انت هتخسر والبلد بتخسر، وده بيحصل من اول ما الازمه دي اتخلقت. والحقيقه هنا الموضوع مش بس على الناس وعلى المواطن، الحكومه اكيد ليها دور كبير في الموضوع ده، ووجود سعرين مختلفين خالص للدولار هو اللي خلق الازمه من البدايه، ووجود اوجه متعدده للموضوع ده هو اللي خلى السوق تبقى بالشكل ده ويبقى في سوق سوداء. لكن الحقيقه برضو ان في تجار كبار بقى في الموضوع، انا هنا مش بتكلم على الافراد الصغيرين اللي هو متحوله 300-400 دولار رايح يحولهم في السوق السوداء، ولو انه ده برضو التعامل مع التجار في السوق السوداء اكيد ليه دواعي كتير واخطار كتير انا ما اعرفهاش الحقيقه، لان انا شخصيا لحد النهارده عمري ما حاولت احول دولار او اعمل الموضوع ده الا اذا كنت مسافره ومحتاجه دولار وبروح اجيبه من البنك. لكن الحقيقه انه ناس كتير عملت الموضوع ده، وانا هنا مش بلوم على الناس لانه دي ازمه اقتصاديه خلت الناس كلها تروح في هذا الاتجاه، وناس كتير أأمن لها انها لو معاها فلوس تدخرها في البنك وفي الودائع اللي البنوك بتعملها، وحتى البنوك عملت ودائع دولاريه. الناس برضو يعني شافت ان دي وسيله استثماريه بالنسبه لها كويسه اشتغلت فيها. لكن الفكره انه زي ما كنت بقول لكم في تجار عمله كبار قوي في هذا الموضوع، في دولار مغشوش كان موجود كتير، وهنا الداخليه الحقيقه قامت بدور كبير جدا في الموضوع ده. ولسه لحد من كام ساعه يعني اجهزه الامن في الجيزه قبضوا على يعني افراد كانوا يمكن 3 متهمين موجودين ومعاهم يمكن 75 مليون جنيه وفي دولارات وفي استرليني وكل العملات، ويعني ريال سعودي، يعني موضوع خبر متكرر بنسمعه وموجود على طول. الحقيقة أنه أزمة العملة هنا مش محتاجة ضبط أمني بس، الموضوع أخطر من كده وليه تأثيرات كبيرة زي ما بقول لحضراتكم على الأسواق، لأنه طول ما الموضوع طول ما الدولار متحول لعملة الناس فاهمة أنه دي عملة أنا هحوش فيها فلوسي، طول ما احنا هنشوف السوق السوداء مستمرة في الارتفاع. خلينا ناخد على التليفون الصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي. مساء الخير على حضرتك، و شايف ازاي موضوع الدولار والسوق السوداء للدولار وتأثير ده على الاقتصاد؟ وانا يمكن هقول لك زي ما الناس هتقول انا مش هعمل ازمه لو انا كفرد حوشت فلوسي بالدولار، فانا مش انا اللي هخلق الازمه. حضرتك شايف ده ازاي؟ اولا مساء الخير عليكي وعلى كل متابعين حضرتك وبالتوفيق دايما. فيما يخص السوق السوداء حضرتك يمكن في المقدمه اوجزتي فانجزتكم كان الحاله الحاصله دلوقتي في السوق السوداء. السوق السوداء ده عرض لمرض، المرض الاساسي وهو نقص الدولار. في حال لو توفر الدولار السوق السوداء هتكون فعاليتها اقل باي حال من الاحوال. للاسف الشديد ان خطر السوق السوداء تخطى حدود ان هو كونها سوق بيتم فيها الترويج او بيع وتجاره العملات باي حال من الاحوال، والتعامل مع العمله كسلعه بدل ما يتم التعامل بها كاداه او كوسيله بتشتري بيها اللي انت محتاجه او تعوض بيها النقص بتاعك. ده العكس، الموضوع والتطور زي ما حضرتك قلتي وصل لنقطه مهمه جدا وهي نقطه تجاره العملات. المشكله الاكبر ان حتى وانت بتطرحي في المقدمه بتاعت حضرتك قلت ان في عدد من التجار، للاسف الكبير ان الشريحه دي زادت واصبح ان عدد كبير او شريحه كثيره من الشارع المصري بيتعاملوا في سوق العمله، يا اما معاك دولار فبتتاجر فيه، يا اما ما معكش دولار فبتدلل على انك تتاجر فيه، فهو بقى يحاول يشوف ان ده اقصر الطرق ان هو يحقق منها ارباح. المشكله بقى تفاقمت اكبر واكبر ان بعض الاسواق بقت عامله على او قاعده على اشاعه تعويم من شهر 3 او من شهر 4 2023، وبالتالي حصل زيادات في الاسعار نتيجه المضاربه اللي شغاله في السوق. السعر واقف عند سعر معين ومحدش بيبيع على السعر ده عشان مخزنين الدولار عشان يقول لك الدولار لسه هيغلى.
كلام حضرتك صحيح جدا، وده اللي حاصل على الارض. يعني كم كبير من المضاربات. انا رحت للسوق العقاري، السوق العقاري نفسه وصلت الاسعار فيه زيادات بس لحد نهايه 2023 لحد شهر 11 بالتحديد ل 160%، وده كله شغال على بيع اشاعه التعويم فقط. فدي مشكله كبيره. كمان لفت نظر المقدمه حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، قلت وهو ان الناس فعلا عندها مبرر انها تروح للسوق السوداء، وده خطاب مصارحه لحد بيتابع الاقتصاد بجد. الاقتصاد يمكن ما بيتعاملش اكتر بلغه العواطف ولغه الشعور. بكل هدوء ومنطقيه، انا عندي دولار في السوق الرسمي عامل 31 جنيه، عندي الناحيه الثانيه في السوق السوداء احنا بنتكلم في 54 وممكن اكتر في بعض الايام، يعني بيحصل كسر لنقطه المقاومه وبيعلى وبيرجع ينزل ثاني هكذا، لكن هو قاعد في نقطه مقاومه من 50 ل 54. فدي مشكله ثانيه، الطاوله المدى اللي هي زي الصناعه والتجاره والزراعه، ودي هتطول معانا شويه. طب اللي هي قصيرة المدى هو حل في جزء من الخطورة شوية، لكن هو حل يبقى حل قائم، وهو إن أنا أستقطب الأموال الساخنة من الخارج، وأنا عندي المقاومات، عندي سعر عملة متدني جدا، عندي سعر فايدة مرتفع إلى حد ما، فبالتالي أنا السوق جاذب للاستثمار. طب عن طريق إيه كمان؟ عن طريق البورصة. أشيل كل، ودي بقى نداء بصراحة للسادة وزارة المالية أو الحكومة، إن أنا هشيل كل الاحتياطات اللي هي أو القوانين أو الرسوم أو الحاجات اللي بتتفرض من وقت للتاني على البورصة، فبالتالي أجيب المستثمر الأجنبي يضخ كميات كبيرة من الدولار، وده هيكون لفترة معينة، إن أنا هشيل الرسوم والقوانين المقيدة للاستثمار في البورصة، بحيث إن أنا أخليها أي حد معدي عايز يضخ دولار في السوق المصري اتفضل، إحنا سوق جاذب للاستثمار. ده لمدة 3 سنين أو 4 سنين هيعمل وفرة دولارية. لكن في عندنا ضريبة مشكلة جدا اسمها ضريبة الأرباح الرأسمالية اللي بدأ تطبيقها في البورصة المصرية، فدي عاملة أزمة بقت تخلي الناس تخاف إنها تخش أكتر في ما يخص تعاملات البورصة المصرية، فده كان ممكن يوفر لي كم كبير من الدولار على المدى القليل لحد ما أوصل لمرحلة انتقالية تانية، ألا وهي مرحلة إن أنا أوفر دولار بكميات كبيرة. فدي أزمة كبيرة برضه لازم إحنا ناخد بال حضرتك منها. النهاردة في حل منطقي جدا إن أنا أقدر في حاصر السوق السود، يعني أو أقلل من فعاليتها إلى حد ما، او الحرب الاساسيه مش حرب ان انا انهي السوق السوداء بقدر ما هي حرب ان انا اوجد ثقه ما بين البنوك النظام المصرفي وما بين المواطن. انا استاذ النهارده محمد بقول خلينا نتوقف هنا. الناس دلوقتي في شريحه كبيره معاها دولار، حوشت فلوسها في الدولار، وهو دلوقتي مثلا ابتدت الداخليه تشدد اكتر على موضوع التجار، وفي ناس كتير بقت متخوفه حتى من انها فكره تبيع الدولار ده. ايه الاوعيه الادخاريه اللي هو ممكن يشتغل عليها ويستثمر فيها الدولار اللي معاه ويكسب برضه وفي نفس الوقت ما يضرش؟ بداية كل التقدير والاحترام للداخلية وللدور اللي بتأديه في النقطة دي وللأجهزة المعلوماتية التانية اللي بتخدم على أداء وزارة الداخلية، لكن بغض النظر الحل ما هوش فيما يخص السودة الحل هنا ليس مش أمن. أمني على الإطلاق، صحيح هو صحيح. حل اقتصادي. الحل الاقتصادي إن أنا النهاردة أوجد ثقة بين الجهاز المصرفي من ناحية ومن ناحية تانية المواطن، يعني بمعنى أدق أطرح له شهادات بعائد دولارية مرتفع، يعني شهادات دولارية طبعا طبعا شهادات دولاريه ودائع دولاريه بعائد مرتفع، بحيث ان انا اخليه يجي يحط الدولار بتاعه. وانا بصراحه عن طريق التلفزيون وبتكلم في تلفزيون الدوله بقول لحضرتك انا مش طالب منه انه ما يصرفش دولاره في السوق السود، بس انا طالب منه ما يحطش دولاره في البيت. على الاقل الخطوه الاولانيه ان انا اخليه ياخد الدولار بتاعه يحطه في البنوك ويبقى فيه ثقه، وممكن اخليه يسحب الدولار بتاعه في اي وقت، ما تكونش عامل عائق عليه، ومش هساله من اين لك هذا بمعنى ادق زي البنك المركزي ما طلع القرار ده من فتره. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك، ما هو لو خد فيه الدولار وراح البنك، البنك هيقول له جبت الدولار ده منين؟ ما هو انا النهارده البنك كان طلع فتره من الفترات اللي هو مع بدايه 2023 حتى المنتصف، يمكن مع بدايه شهر 10 اللي فات بدا يوقف النقطه دي بالتحديد. فانت النهارده كبنك مركزي ممكن ترجعها تاني، مش هتقول له من اين لك هذا، لان معظم الناس بقى اللي شاري من السوق السوداء واللي شاري من تحويلات مصريين من الخارج او غيره، وفي نفس التوقيت اضغط بكل الطرق انك انت تحاول تحاصر تحويلات المصريين من الخارج لانها المغذي الاساسي للدولار. عايز اقول لحضرتك ان في كارثه ثانيه، الا وهي مش انتشار الدولار المزور بس، ده انتشار الدولار المجمد اللي هو الدولار اللي جاي من بعض الدول اللي حصل فيها اضطرابات سياسيه زي الاشقاء في ليبيا او زي حتى العراق، يمكن منتشر، ويمكن كمان بعض الدول الاخرى بدون ذكر اسماء. الدولار ده دولار سليم 100%، لكن للاسف الشديد مجرد ما يدخل البنك المكنات العد بتخرجه على اساس ان هو دولار غير صالح للتعامل باي حال من الاحوال. فانت النهارده معاك دولار حقيقي فعلا، لكن الدولار ده مش هينفع يتم تداوله في السوق، بيتباع دلوقتي في السوق السوداء حضرتك ب 25 حتى 30 جنيه برغم انه ملوش اي قيمه، يعتبر ده ورقه ملهاش اي اساس او اصل. فانا النهارده ممكن اخلي المواطن اقول تعالى حط عندي ودائع او شهادات
بعائد مرتفع مفيش مشاكل، ما هو بنى الثقه مش بسهوله. فانا هديله العائد المرتفع واقول له في اي وقت حابب حضرتك تفك شهادتك الدولاريه وتسحبها دولار، هديله كل الضمانات اللي تخليه يحط كل الدولار الضمانات في البنك. كل الضمانات ده هيقلل، عايز اقول لحضرتك ان ده هيدي البنك المركزي والبنوك المحليه قوه ان يكون عندها دولار كتير. فبالتالي لان انا عايز اقول لحضرتك اللي ما حدش واخد باله ان ازمه مصر اقتصاديه، بس في ازمه جزء كبير منها تدبير عمله اجنبيه. في حاله توفر العمله الاجنبيه انت بالنسبه لك هتقدر تفك بقى الحاجات اللي واقفه في الموانئ، تقدر تدفع الديون بتاعه حضرتك، فبالتالي هتبدا العجله تشتغل من هنا. هنا في خطوه ثقه مفقوده ما بين الجهاز المصرفي من ناحيه، لان المواطن عارف ان لو ودى الدولار بتاعه مش هيجيبه، وفي نفس التوقيت من الناحيه الثانيه اللي هي البنوك، ان هو انا مش بالنسبه لي البنك المركزي بيحاول يتعامل مع اللي بيحصل في الاسواق. صحيح. الداخليه بتتدخل من وقت للتاني وده دورها، لكن هو لكن دور الحل الامني مش كفايه على المدى القريب. صحيح، لابد انه يكون في اوعيه ادخاريه دولاريه تحل هذه الازمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الصحفي الاقتصادي محمد ابو عاصي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.